مساء الخير، ومساء الخير على مصر كلها وعلى شعب مصر، ومساء الشجاعة والوفاء والجدعنة. يوم جديد وحلقة جديدة، والستات ما يعرفوش يكذبوا لنهاية الأسبوع. أهلا بيكم، وحشتوني من الأسبوع اللي فات. أهلا وحشتينا جدا. الله يخليك. أهلا وسهلا بيك يا نهلا مرة تانية في الله يخليك. حلو مساء الجدعنة والشهامة والحاجات دي، داخلة جامدة جدا. إحنا شعب يعني جدع وشعب وفي وشعب مقدام، وانا مش عايزه اقول، مش عايزه انعي حد، والمصاعب الصعاب بتطلع مننا احلى ما فينا. طبعا انا مش عايزه انعي، لان كل المصاب الاليم في كل بيت، بس انا بس هقول كلمه لكل ام ولكل اب فقد عزيز عليه شهيد. ده وسام، ربنا شاور عليك وقال لك انت اب او ام الشهيد، في وسام على صدرك هنا هيفضل يوم الدين. وبشر الصابرين اصبروا وابشروا. صحيح. نبتدي الحلقه بقى، وبسم الله الرحمن الرحيم. ده احلى كلام، اتفضلي. طبعا احنا بس عايزين نقول حاجه لكل اصدقائنا وكل مشاهدينا، ان يوم الاربع اللي من احنا بقى لنا 40 متابعين معاكم حلقه سلوك الاطفال، وايه السلوكيات الغلط اللي اطفالنا بيعيشوا فيها، ونعمل لهم ايه وما نعملش ايه. فالنهارده احنا مكملين مع حضراتكم الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله. النهارده الحلقه هنتكلم عن السلوكيات بتاعه الاطفال وموضوعها بقى، وعندنا سؤال بقى في اللي هو سؤال الانترو بتاعنا، هل كلمه حاضر بين الزوجين بتريح وتمنع المشاكل الزوجيه؟ شاركونا بالاجابه لو سمحتم. طب هتردوا عليا، قولي لنا انت. انت بقى شاركونا بالاجابه لو سمحتم، وفنانه وضيفه كده وام وزوجه وحاجه جميله. يعني كلمه حاضر بتريح في بعض الاوقات؟ طبعا هي مفيده. طب وبتقولي كتير. كتير بتقولي حاضر على طول، بتقولي حاضر ساعات كتير وانا مقتنعه، وساعات عشان الم الدور. هي الفكره في كده. هل لو انت مش مقتنعه، وده سؤال اللي برده جمهورنا، لو انت وصل بيك الحال وخلاص في حاجه مش مقتنعه بيها، هتقولي لجوزك حاضر وانت مش مقتنعه، ولا مش هتقولي حاضر؟ هي دي القضيه، هو ده الاختبار. مش حاضر في حاجه عجباكي، يلا نروح نسافر روما فحاضر يا حبيبي، لا دي في حاجه مش عجباكي، هو ده الاختبار الحقيقي. لا بس بقول قولي يا مفيده. انت بقى يا مفيده قولي يا مفيده، تخافينا يا مفيده. يعني انا هقول حاضر في حاجه انا مش مقتنعه بيها. ليه؟ يعني انا ممكن اقول يعني اذا اختلفتوا ما تقوليش حاضر، نتكلم نتحاور، ما وصلتوش لحاجه، لكن اوصل في الاخر ما فيش حاجه اسمها كده. ما هو اصلا ما وصلناش لحاجه، ما ينفعش ان انا يا منى اقول يعني اجي على نفسي حاضر وانا مش مقتنعه بيها. ايوه اقول لك ما تروحيش لصاحبتك فلانه دي، لا ما بحبهاش. حاضر ولا مش حاضر؟ طب ليه مش بتحبها يا حبيبي؟ ما اقتنعتيش. طب ليه؟ طب هي عملت ايه؟ طب كذا. لو هو اقنعني ما هو ممكن يقنعني، بس اقول له حاضر، بس انا مش مرتاح للموضوع ده. هتقولي حاضر ولا لا؟ بس في حاجه اقول حاضر فيما يختص بالصحوبيات. هتبيعي صاحبتك طبعا؟ لا مش هبيع صاحبتها، مش هبيع، لان مش هخسر بيتي وعلاقتي. الله ينور عليكي، علشان خاطر صاحبتي. لكن ما هقول انا حاطه. ايوه اعترفي اعترفي. امبارح بالليل كنت قاعده انا وماما في البلكونه. ليه انا بضحك على الموضوع ده؟ لان الموضوع ده ليه علاقه باللي انا هحكي لكم. وفي واحد بيتخانق مع مراته في الشارع، ومنفعل انفعال شديد لدرجه انه ناسي ان هو بيتخانق في الشارع، ومشي رايح جاي تحت البيت عندنا، وبصوت عالي، وكل اللي نازل عليه يقول لها انا لما اقول لك حاجه تقولي لي حاضر، انا لما اقول لك. طب قولي له حاضر انت وخلاص. ويسكت شويه يقول لها ايه؟ انت بتقولي حاضر علشان خاطر تضحكي عليا؟ انت بتضحكي عليا؟ انا بقول تقولي والله العظيم يا جماعه انا قعدت اسمع. هو تحت بلكونتي، طب اعمل ايه؟ المع اوكر يعني. عارفه يا نهله؟ طب يا ستي ما تقولي له حاضر. يعني في نهله في ناس تقول حاضر اللي هي حاضر، فيحس من تون صوتك ان انت لا عارفه اللي هي ما تقولي حد ان شاء الله فيتعفرت، مع ان شاء الله دي كلمه حلوه زي لكن يريد بها باطل. يعني لا زي ابنك او بنتك لما يجي مثلا ايه عندك تقولي له مثلا يا بابا اعمل كذا، يا بنتي اعملي كذا، حاضر. فيبقى كلمه الالقاء بتاع الحاضر دي. أيوة هي الالقاء ده. يعني انا طيب حاضر انا. طب ايه الحاجات اللي الستات يقولوا حاضر؟ زي مثلا زي مامونا مثلا ادت مثلا صاحبه، انا ممكن مش هخرب بيتي عشان خاطر صاحبه. لكن ايه الحاجات اللي ينفع اقول فيها حاضر، وايه الحاجات اللي ما ينفعش احنا كستات نقول فيها كل حاجه حاضر. تقولي فيها حاضر انا رايي الا صله الرحم، يعني قطيعه رحم طبعا، او ما يغضب الله.
يعني دي ما طب لا بس يعني لا يعني يطاع الزوج يعني الا في معصيه يعني الا في معصيه شخصيه انت لو هتفضلي تقولي حاضر حاضر فين شخصيتك لا اصل في بص يا منى لا هو ممكن يبقى في حاضر شويه يعني وفي بعض الاوقات في محلها تبقى لا ليه نسبية. لان في بعض الزوج الازواج بيبقى عندهم مشكله في ايه لما بتقولي حاضر على طول دي شخصيات يعني انماط حاضر 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 يبقى خلاص استسلام يقول لك خلاص هديكي على دماغك ده المفهوم الخاطئ لما بتيجي واحده تتجوز اوعي بقى تسمعي كلامه في كل حاجه لا يدلد الرجليه والحاجات اللي في البولات في التاني كلمه حاضر في حاجه تانية في ناس كتيره اساس يعني اصحاب ليا بيستعملوا كلمه حاضر عشان ينفضوا طيب وبعدين هو لازم لا عشان ينفضوا بمعنى ايه لازم يتبعها عمل حاليا فالخناقه دي عشان تقفل وهو يبطل ويلم الدور ويلم الدور حاضر حاضر يفضل لا ليك حق لا حاضر 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 تفضل المشكله موجوده ولا تفضل المشكله هي بعد عليه احنا الستات لينا طريقه في ان احنا لا نكرر الخطا مرتين نكرره باسلوب اخر يعني هتقول حاضر وتعمل ايه انا عايز اعرف هتقول حاضر وتعمل ايه هتقول حاضر وخلاص وبعدين تيجي في وقت لا طب افرضي قررت يا مفيده وبعدين تيجي بعد كده بشويه كمان يومين ثلاثه وبتاع مش عارفه ايه مش مين فلانه كلمتني مش عارفه ايه ونخرج ايه رايك سينما انا فهو الراجل ما هو قال في الاول قالت له حاضر والكلام ده كله وبعدين في الاخر هيتعمل والله بصي يعني هقول لك على حاجه نفسنا. ايوه الراجل لا الرجاله كمان بيقولوا حاضر وبس اقول لك على حاجه الستات ما بتغلبش بالظبط هو ده النقطه اللي عايزه توصل يعني هي محدده هدف ولو ما وصلتش اللي هي عايزاه طب ما هي انت لسه كنت بادئه الحلقه بتقولي الاجر والبتاع طبعا هي هيبقى وسام على صدرها او معاها مفتاح الجنه لما تقول حاضر لجوزها وتريحه ما ينفعش يعني ما دام في حاجه مش كبيره قوي ليه ما هو صحيح ما تبقاش برضا قوي ممكن تيجي على نفسك شويه لانك بني ادمه بس برضه احنا مش ملايكه بس على رق الراجل لا يا حبيبتي على حسب الراجل اللي انت معاشاه انت ممكن تطلعي عينيكي وتحطيها في طبق لراجل خال واخد باله طبعًا منك وبيراعيكي وكلمه حلوه يعني لازم بشرط وكويس ومتفتح هو كويس ومش كل حاجه لا ومش كل حاجه اعملي كذا وراجل سايب لك المساحه فبالتالي لما تشتري خاطره وتقولي له حاضر على حاجه يبقى انت وصلت اكدتي كلامنا لكن هتجيبي لي راجل كشري بس انا حاجه لا يعني مش كل حاجه مقفل لي على الدنيا وكمان اقول له حاضر فين شخصيتي لا ولما تقولي ليها بتبقى انت فعلا قصده ان انت تقولي له كذا وفي مثل شعبي بيقول جوزك على ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه مش تعود ان انا حلو دراعه لا ابقى انا لما بعني ان حاضر انا فعلا مقتنعه وانا يعني مؤمنه في تجربتي الشخصيه ان لازم لما يكون في موضوع كلمه طيب ماشي حاضر دي بتخلق مشاكل بعد اكبر بس انا ما هي النقطه كل الموضوع في انك انت هتقولي حاضر لشخص راجل يستحق انك انت تقولي له حاضر طيب. لكن انت لو جوزك صعب برضو ما هو حاضر دي هتبقى انت بس جاي على نفسك قوي كلمه حاضر ساعات بتلين الحاجه هي مساله نسبة يعني بس ساعات احنا بنستعملها لو نسبه على طول ففي حاجات لما تختلفوا فيها بس احنا بقى بينا وبين بعض كده عشان في حاجه صراحه مع بعض احنا معظمنا بيستعمل كلمه حاضر عشان نطنش وننفض ايوه عشان يمشي وده مش كويس ده مش كويس انا بقول بصي انا معترف اعتراف على الهوا معظمنا بيستعمل كلمه معظمنا وشفتي خلي بالك لا 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 يا مفيده لا انا مش طبعا ولا انت ولا منى خلاص احنا معاها تليفون بقى تاخد معانا راي جمهور معانا منى هتشاركنا سوسن سوسن الو مفيده نعم اهلا بحيي حضرتك والموضوع جميل جدا وبعدين احنا بنقول في مثل بيقول كلمة حاضر بتريح التعبان بالظبط طبعا يعني انت حضرتك مع الحاضر اللي هي حاضر وخلاص عشان في كل الاحوال يا استاذة مفيدة وبعدين عايز اقول لحضرتك يا استاذة مفيدة شخصية الزوج هي اللي بتحكم عليكي تقولي حاضر او تتناقشي معاه ففي بس بأمارة يعني مدام سوسن يعني بتبقى مقنعة لهم وهم سلسين في المعاملة هتقولي له بنسبة كام يا مدام سوسن بنسبة كام يا مدام سوسن في حياتك الزوجية قلتي كلمة حاضر تنفيض والله أنا بقول كلمة حاضر بس في بعض الأحيان بحب أتناقش فيها مش حاضر يعني كده هو ده انا من النوع اللي لازم اما اقول حاضر اكون مقتنعه بقول انت عامله زي بس عمرك استعملتي يعني كلمه حاضر قال ما تنزليش وخلاص حضرتك هتنزلي ولا مش هتنزلي
لا طبعا مش هنزل بقى بس لا. طبعا اه بس هنا ثانيه واحده هي لازم ثانيه واحده منى بس يعني مش مدام هنا مفيش اقتناع هي حته ما تنزليش وخلاص علشان انا مش عايزه اخرب البيت ايوه ولا هو مسكن ايدي اللي بيوجع هو الراجل هنا لما يقول لي او حلف عليها لو نزلتي تبقي طالع انا معاكي ما تنزليش يعني ما انزلش خلاص انا معاكي بس هقول لك الموضوع عندي يا استاذه مفيد بالظبط بالظبط هنا بقى النقطه مش عندي موضوع اقتناع وقول اتحضر على الاقتناع لكن برضو انا بغلط الراجل ما تنزليش وخلاص ما انت هنا ما هو انا لو ركبني لعند هخرب البيت ما هو برضو أيوة زي من الطرفين لا بس لا انت طالب مني بعد ما قالت ليه وقال لها ما فيش لا بس ليه من غير ليه شكرا لحضرتك مدام سوسو لا بصي هقول لك على حاجه لما هو هيقول لي ما تخرج ممكن هقول ليه بس في اوقات معينه البيت بيبقى مولع ما ينفعش مناقشه ولا جدال لازم امشي الحكايه لو انا بقى مبيتة على نكد وليله ضلمه هضرب كرسي في كلوب بقى وتطلع انا معاك بس هي منى قضاها سؤال ايه ان هو هنا ماسكني ايدي بتوجعني انا قدامي اختيارين لو هو قال لي ما تنزليش وخلاص يبقى انا لو فتحت باب الشقه هتطلق ما هو مش ولا اجي واقول اوكي حاضر انا هقعد بس انا هاخد حقي تالت ومتلت لا بس خلي بالك يا مفيده هو كله هو كله كله ورد 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 لا انت بتعرفي كيدهن لا بس انا هسالك سؤال تاني قبل ما تسالي السؤال هرد على ده وخلاص انت بتقولي لو انا قلت لجوزي كده وقال لي ما تنزليش اكيد هو مش هيقول لك لا ما تنزليش الا غير لما يكون في اوريدي مسبقا في نكد بينك وبينه نكد بيني وبينه عايز يقرفك أيوة. هو ده بس رد الفعل الراجل يحب الست اللي تقول له حاضر ولا تجادله أيوة. ولا تقول له يعني الراجل يحب الست بتقول له هو حاضر الراجل الشرقي يحب اللي تقول له مش حاضر حاضر لا هو مش متجوز لا مش كل الستات لا لازم عندها فكر وكل مش كل الرجاله اللي بتتكلم معاه مش كل الرجاله اللي يعني في لا بس مش كل الرجاله اللي عم بيقولوا لي ان في عايزه اقول لهم ان لا مش توتو مش كل الرجاله يا توحه بتقول اللي بيحبوا الستات بتقول حاضر بس معظمهم بتحب الستات اللي بتريح كنترول كل بس في مشكله بقى عشان هم يشتروا دماغهم اصل الراجل اللي يحب الست بقى انا بس حبيت اتكلم قصدي ايوه انت تحب الراجل اللي يحب الست تقول له كلمه حاضر 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 ليه بقى لانه ضامن انها قطه قاعده وديعه في البيت ما عندهاش حاجه تعملها غير حاضر 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 لكن هو لو اتجوز واحده ست تقول له اوكي انا بحبك واقول لك حاضر بس بشروط ما يحبش يعني اقنعك اتكلم بالظبط مش عايزين يتناقشوا وكله والستات قاعدين حلوين في البيت واحنا نلعب برضو مع بعض ومعنا زمايلنا وكده وبتاع يعني لا بس هو فعلا في كده وفي كده بس في رجاله عناديه جدا وفي ستات بيحب القط اللي قلت يحب يخنقه لو لقاها لذيذه طيب وعايز اقول لكم حاجه كتير قوي عشان ما نجيش على راجل بس في ستات كمان عناديين طبعا ما يقولوش حاضر بسهوله الستات بطبعهم عناديين يا مفيده بس احنا معانا ريم على التليفون نعرف نعمل كل اللي احنا عايزينه ايوه الو اهلا وسهلا اتفضلي يا ريم مساء الخير مساء النور يا ريم انا سعيده جدا بيك صراحه انتوا الثلاثه يعني بنعبر على اللي جواكوا بس انا بصراحه ما راحه الراجل حبيبتي يعني راحه الراجل بالنسبه لي بتبقى علشان البيت يمشي وعلشان ديننا الاسلامي امر بكده طب وانت يا ريم واكيد منى هتوافقني على الكلام ده طبعا انا بقول كده لا ونهله معاكي برضه على فكره انا معاكي برضه ده وقطعت زوجها دخلت الجنه من اي باب ان شاءت ان شاء الله بس طبعا في ناس بيتغاظوا من الحكايه دي مني يعني ايه يا طاعه يعني ما ناقشوش لا تناقشوا توصل لحل لو قفلت قوي وين ات كمز تو طلاق يبقى خلاص تروح بتقول لي في التليفون اللي بيزعل مراته بيروح النار ريم انا عايز اسالك سؤال حلو قوي ان انت تكوني بتراضي جوزك على فكره عشان بس ما حدش كتير يفهمنا احنا مش ضد انك تراضي جوزك وتقولي له حاضر لكن انت بنسبه كام في الميه مقتنعه من ردودك واحساسك بان انت شخصيتك موجوده في البيت بنسبه قد ايه ما هو انا شخصيتي موجوده انا يعني بعملها الاول من الخطوبه يعني فكره ان دلوقتي ليه الجواز دايما بعد الجواز البنت بتكتشف ان هي متضايقه وتعبانه وشخصيتي ملغيه طب ما انت في الخطوبه من الاول لازم يكون اختيارك صح يعني انت اوريدي عملتي لنفسك فريم وهو عارف ايه اللي بيضايقك وايه اللي بتحبيه وايه اللي هو بيحبه ايوه بالظبط حلو طب اوكي فبالتالي ربنا يكرمك بس طبعا بس اصل في حاجه انت يا حبيبتي بتقولي ان ايه اوكي ريم دريم سوري انت بتقولي ان في الاول ممكن ان مع في الخطوبه في ناس ما بيبانوش زي البطيخه كده بتقعدي فتره سنه واتنين عندهم قوه اراده على ان احنا بالزبط. معظم يعني في مجتمعنا بنقضي فتره الخطوبه غلط
هو ده الخطوبة. خروج وما فيش دراسة للشخصية وهدايا وتجهيز بيت، لكن المفروض نركز مع شخصية صح. بعض أكتر. صح، برافو عليك، شكرا يا زينب، ربنا يسعدك يا حبيبتي. معانا زينب، معانا زينب. زينب مساء الخير يا زينب. زينب احنا معناش زينب، في زينب ولا في زينب؟ زينب اتقمصت واتقطعت مننا. مين؟ نقول الكومنتات. عندنا استاذ احمد ابو العطا بيقول لو كل زوجه كانت بتقول لزوجها دايما حاضر ما كانش هيبقى فيه دلوقتي مطلقات وبيوت مليئه بالمشاحنات. انا معاكي كده. انا مش ستات على فكره، مش كل الستات مش حاضره على طول برده يعني يا استاذ احمد. طبعا هو حاطط على خده احمد ابو العطا الصوره. وفي برنس اميره بتقول مش في كل الاوقات بتريح. ده اللي انا بقول عليه بقى، بعض الاوقات ان ريحت شخص بتتعب الشخص الثاني جدا وبيبقى جاي على نفسه جدا. جميل ان الطرفين يكون في بينهم تفاهم وما يكونش في انانيه عشان ما فيش طرف يريح نفسه صحيح. ويخلي الطرف الثاني يقول حاضر حتى ولو كانت غصب عنه. صعب انها تيجي برضا. ريزه كامل بتقول انا فضلت اقول حاضر علشان اريح واستريح لحد ما بقيت سلبيه ومش عارفه اواجه ولا اخد حقي، يبقى امر واقع سواء شئت ام ابيت. هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه. يعني هي جابت وجهه نظري وسبحان الله انا اللي قريته. انا مش ضد ان الست تقول لجوزها حاضر، بس تبقى مقتنعه ويبقى في مساحه من الحوار، ما تبقاش سلبيه. لكن كده ان حاضر حاضر عشان المركبه تعدي، بقيتي انت جبانه وبقيتي سلبيه ومش عارفه تتكلمي. يجوز ليها وجهه نظر صح بالظبط، وممكن يبقى ليها حق صحيح. وده اللي انا بقوله لاصحابي في الكنترول اللي هم كلهم حابين ان الستات تقول حاضر. احنا مش ضد ده، بس في بعض الاوقات وبعض الحالات ما ينفعش حاضر، لان هبقى ماشيه كده مانيش فاهمه حاجه. في نقطه تانية برضو انا احب اقول للرجاله، يعني هديكوا نصيحه، احذروا برضو مننا احنا كستات لو بدنا نقول حاضر. يعني لا انا بعايز الرجاله، لا انا مش احبكم، لا انا مش عايزه جوزي يسمع الكلام ده. كل الرجاله بيبقوا حاسين ان انا مع ضدهم في عامله كده. يا انا بس بقول لحضراتكم برضو خلي بالكم وانتوا في البيوت بتاعتكم، ربنا يهدي سركم كده. لو الست عندك قاعده تقول لك حاضر حاضر كتير، اتقي شر الحليم، ما تعيش في دور ان انت السيد قوي، لان معنى كده معنى كده ان في حاجه بتتوضب لك. هو يعني طبعا لا بس يعني معاه مش قصدي. لا انا في الحته دي ان هو مره واحده الست بتاعته تتقلب النقيض وتيجي تفضل تقول له حاضر حاضر. لا بس اعرف ان في قنبله ذريه بتتحضر عندك. لا اقول لك على حاجه، انا بجد دي تجربه فعلا. لما بتقولي حاضر في اوقات ان هتهدي الموضوع وهتهدي اليوم مره، بلاقيه هو نسمه وبلاقي ايه يحتوي عايش بيكلمني بيخليني هاني. انا مش والله يا ست مؤدبه، انا طب انا هعملها اللي هي عايزاه. يعني انا بتكلم في ان ست كانت طبيعتها انها تجادل ومره واحده او تتكلم ورايي ورايي وتيجي اسبوع مثلا اسبوع أيوة اسبوع كامل هي قاعده كل بتشوفك انت حاضر يا حبيبي حاضر. اعرف يا حبيبي ان في قنبله ذريه بتنفجر. عايزه اقول في هدير، خدي هدير. هدير مساء الخير. هدير مساء النور، اتفضلي يا استاذه. كنت عايزه بس اتكلم مع حضرتك، قلت لك حته ان كلمه حاضر انه لسه متجوزه. قولي يا حبيبتي. بقالي 9 شهور، وطبعا قبل ما اي مبروك اتجوز. بتقولي حاضر؟ ايه؟ بتقولي حاضر؟ اه طبعا، عشان في اول الجواز طبعا لازم. وانا عايزاكي تقولي حاضر على طول على فكره. لا بصي انت مقتنعه، نصحتني قبل ما اتجوز ان ايه على طول تقولي حاضر حاضر. كلمه حاضر بتلين الحزين، بتريح طبعا. فانت لما زي ما استاذه مفيده بتقولي انت ما اقدرش اقول كلمه حاضر من غير ما اكون مقتنعه، لا انت ممكن تقوليها من غير ما تكوني مقتنعه وجايه على نفسك، بس اكيد الزوج بيبقى عارف حاجه زي كده. او تقولي انا مش مقتنعه بس هقول حاضر يا حبيبتي. لو قالت له انا مش مقتنعه بس بقول لك حاضر وهسمع كلامك، دي هتريحه وتخليه يفكر. لا ما هو انت هتريحيه، بس هو بيبقى عارف وحاسس ان انت جايه على نفسك. لا 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 يا مبينة، خليكي زي ما انت كده اهوت يا هدير، خليكي زي ما انت. ما تبوظيش الفطره بتاعتك. بس انا اللي انا هطلبه منك طلب، انت حلو اللي انت بتعمليه. يعني انا مقتنعه باللي انت بتعمليه. قولي حاضر، بس حتة الزوج حاسس بان انت جاية على نفسك ما تعيشيش فيها قوي، لان في حقيقة الامر مش كل الرجالة يا مفيدة خير. مفيدة جاية تهدي نفوس النهاردة يا جماعة. مش كل الرجالة عندهم الاحساس الجميل. الاحساس اللي جاي من القلب ده ان هو حاسس بالست بتاعته. الرجل كائن اناني بطبعه. طيب بص يا مفيدة جاية تهدي نفوس النهاردة. احنا معانا بقى ايه اول هنبتدي من معانا قدري
قد معانا قدري. قدري وهو بقى هيبقى معانا طبعا قدري اول حاجه هيقول لي استاذه مفيده استني بس لا والله يا استاذه مفيده ده انت شخص عزيز علينا والله ربنا شفتي بقى معاك استاذه نهله لا استاذه نهله معايا نهله منوره الشاشه والله يا استاذه نهله الله يخليك اتفضل بقى قول لنا رايك ايه يا استاذ قدري هقول رايي بصراحه ربنا احنا دايما بنقول حاضر انا عايزه وعايزه 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 حاضر بس ما تجيش في فجاه كده في لحظه كده وتقولي لي مش عاجباك العيشه دي الباب يسوي الجمل لا لا ايوه لا ما هي ده اللي بتقول عليه خلي طلباتك في المعقول خلي امكانياتك في المحدود صح خلي جزء لعيالك وخلي جزء ليكي وجزء للزوج وجزء للقرايب وجزء يعني هو مطالب برضو ان هو عليه ضغط وعليه طبعا في المقابل بقى انت هتعمل لها ايه يا استاذ قدري ما هو بيقول لك انا مش عايزك انك انت تندفعي مره واحده وتقولي له اذا هي دي العيشه دي عاجباك مش عاجباك يا اخويا احنا لا 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 طب هنسالك سؤال بالعكس لو هي انت قلت لها حاجه انا مش عايزك تعمليها خالص وما تنزليش ما تروحيش لصاحبتك فلان وقالت لك هتقول لها اعملي اللي انت يعني خلاص انا قلت لك رايي واعملي اللي انت عايزاه ولا حاضر لازم تكون حاضر بص يا دكتوره لو الوقت مش مهيئ والوقت مش مناسب استطيعي للاجابه ان احنا خلاص نلغي المشوار دوت لو الوقت مهيئ معايا والظروف سامحه اتفضلي روحي والله ادري انت راجل 100% يعني انا ما عنديش اي اعتراض على نوعيه تفكيرك ولا طريقتك وربنا يكرمك بجد هو ده اللي انا بقول ان راجل يبقى لا هو انا ما فهمنيش انا اعرف مثلا حد يقول ايه مشكورك انا مش عاجبني الموضوع ده بس في الاخر اعملي اللي انت عايزاه سابها لها في ملعبها حلو لا وفي هي بقى عشان بتحبه مش هتزعله انا معاكي انا اعمل ده لا بيريح بصي بقى منى انا الشخصيه دي لا وهو كمان بيقول لك اعملي اللي انت عايزاه تقومي انا معترض على كذا بس وجهه نظري دي وجهه نظري شوفي انت وجهه نظري وانزلي بقى وجربي تلاقي السكه مقفوله وعجله العربيه نايمه ما انزلش بقى اشتري خاطره اشتري خاطره لكن يجي يقف قدامي يقول لي طيبه يا مصري لا وفي حاجه وبيقول ان هو ايه طيبة بيقول لك الوقت احنا اسفين لا يعني احنا اسفين بقى مين يقولنا يلا بس ايه اللي هو اذا امرت ان تطاع فاطلب ما يستطاع بالزبط. هو طالب كده استاذ قدري ومن حقك طبعا بعد حاضر حاضر والله حاضر والله القعده حلوه احنا اسفين طبعا لشوشو وحسن وسمر وعازفه الامل وكل اللي معانا يلا ماشي يا فتوح حلوه القعده كنت شويه احنا النهارده الستات وهاتولنا تليفونات ونتكلم مع الستات القعده حلوه صح عايزين تكملوا الحلقه بصراحه بجد لا احنا النهارده موضوع مهم جدا طبعا احنا النهارده هنكمل موضوعنا اللي بدأناه من الاسبوعين اللي فاتوا وده موضوع مهم جدا واحنا وعدناكم ان احنا دي هتبقى سلسله سلوكيات الاطفال او العادات السيئه للاطفال وازاي نحلها فاحنا طالبين من الاباء والامهات ان هم يقعدوا كده قدامنا كده ويركزوا معانا في الكلام لان في حاجات مهمه في ناس بيحبوا ان هم يعاملوا اطفالهم او يبقى زي ما هم عايزين وفي نفس الوقت بيكونوا عندهم عادات سيئه او مشاكل نفسيه ومش عايزين ولادهم يبقى زيهم فاحنا اللي هنعمله دلوقتي بنقول لكم تابعونا عشان خاطر مع الدكتور مهدي محمد مهدي هيبقى معانا الحلقه النهارده ان شاء الله وهنفتح الموضوع وخليكم معانا وادولنا ارائكم وتليفوناتكم وطبعا ان احنا ما ننساش سؤالنا على الفيسبوك بيقول ايه اكتر حاجه بتضايقك في سلوك ابنائك مستنيين طبعا كومنتاتكم على الفيسبوك وعلى التليفونات ان شاء الله مهم جدا ان انا افكر بس حضراتكم سريعا ان احنا في الحلقه اللي فاتت كان الدكتور محمد المهدي قال ان في اشياء احنا بنعملها في اولادنا بنطلع منهم عادات سيئه وفي حاجات هما بيكتسبوها من المجتمع بتطلع منهم عادات سيئه خلونا مره ثانيه في حوارنا ان احنا نحاول نرجع الحوار ايه اللي احنا ممكن نعمله غير الاشياء التانية اللي هو قالها في الحلقة حاجات جديدة وايه المجتمع ممكن يطبع على الولد او على البنت عادات وطريقة معاملة غلط نقدر ان احنا ازاي نحلها حاجات مهمة جدا واحنا مش بس هنتكلم على السن الصغير احنا هنتكلم لغاية 18 طبعا. سنة لان اعتقد ان احنا عندنا او مشاهدين عندهم كل الاعمار فزي ما نهلة قالت انه هيكون موجود معنا الدكتور محمد المهدي استاذ طب نفسي بجامعه الازهر ان شاء الله طلعينا بقى يا استاذ لا انت ليه دايما بتنسي محمود المطبخ عشان كنت ببص مش لازينك يا شيخ ده انا اللي مقدمك امبارح انا بقى النهارده هقدم بقى الفقره بتاعت المطبخ وبعدين احنا دقنا كمان هنطلع احنا دقنا معانا الشيف الكبير الشيف محمود طبعا النهارده يوم الاربعاء وهيقدم لنا التميز دايما كعادته معانا لحمه رول بالجبنه والجرجير وكب باللحمه والبطاطس عاملين حاجات لطيفه لما جينا الصبح أيوة دقنا الكب بتاعت البطاطس دي خضار بقى ولحمه مفرومه وبطاطس بيريه تحفه محمود برده محمود طبعا افكار مختلفه ها نطلع فاصل يلا نطلع فاصل بقى وايه ونقوم بقى ايه نقابل الدكتور محمد المهدي ان شاء الله
ورجعنا مع حضراتكم تاني. والموضوع المهم سلوكيات الأطفال. كنا اتكلمنا في الأسبوع اللي فات زي ما قلنا لحضراتكم عن سلوكيات الأطفال وعاداتهم والمكتسبات بتاعتهم السيئة. والنهاردة برضو هنكمل موضوعنا في الموضوع ده لأنه موضوع مهم جدا. وزي كل أم وأب بيقولك إيه، أنا عايز ابني يبقى أحسن تربية، أنا مربيه تربية جامدة، ما بيقبلش في بعض الأحيان إن هو إن حد يهينه في تربيته لابنه، وده غلط جامد جدا. فإحنا هنشوف النهاردة السلوكيات دي. وفي مثلا بيقولك إيه، أنا ابني مربي ربي اكسر البنت ضلع يطلع لها 24. كل دوت احنا هنشوفه النهاردة، ونشوف العادات اللي بيعملوها الاهل وبيعملوها الاطفال والشباب. والنهاردة معانا الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعة الازهر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور. يعني اسمح لي، طبعا مهم جدا احنا نتكلم عن سلوكيات الاطفال، بس والنبي احنا كنا بنتكلم في موضوع شيق جدا جدا. أيوة. جدا. وانت موجود وما ينفعش انت تبقى موجود معانا من غير ما نكلمك في هذا الموضوع شيق. الراجل بيحب الست اللي تقول له حاضر ولا يحب الست اللي بتجادله؟ تحب يعني كلمة حاضر بالنسبة للراجل دي شوفي بتاعي. هو أصل برضو مش كل حاضر حاضر. يعني في حاضر بتاعت الخدمين. إنه حاضر عمال على بطال. حاضر يا سيدي. فدي عند الراجل مملة جدا وبتمحي شخصية الست، بحس إنه مفيش معاه بني أدمة مستقلة أو لها كيان أو شخصية. حاضر حاضر حاضر. فدي هتفقد معناها وهتقلل من قيمتها. لكن في نفس الوقت الراجل عنده حتة غرور ذكوري كده، بيبقى عايز يشوف بيها حتة خضوع أنثوي. ودي محتاج يشوفها من وقت للتاني. بس متبقاش عمال على بطال، متبقاش أوتوماتيك حاضر أوتوماتيك. يعني مش كل شوية بقعد أقول له حاضر، لكن بيبقى عايز يحس إنه له سيطرة في البيت وإنه له وجود في البيت. وإنه زي ما أنت قلته إنها عاملة له خاطر. إنه ممكن حاجة ده مونا يمكن قالت الحكاية دي، إنه ممكن تكون حاجة مش مقتنعة بيها بس هتعملها علشان هي عاملة له خاطر. أنا مش مقتنعة بيها، أنا مش حاب أعمل ده بس هعمل عشان خاطرك. فلو لو 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 ده حصل هيحصل حاجة كويسة، أو إن هو هيحس إنه له خاطر عنده هيبدلها الحتة دي. إنما إيه، فيه راجل مستبد ده بيبقى عايز يمحي شخصية زوجته تماما، فيبقى مش عايز يسمع غير كلمة حاضر. إذا هي كملت بالشكل ده يبقى محتاجة إنها تلغي كل خياراتها إلى الأبد. وإذا ده حصل يبقى هي انتهت كبني آدم، هي في البيت مجرد خادمة. هنا بقى لما سكوتها هو المخيف. هنا المخيف. لكن بس كلمة حاضر برضو مش كل حاضر حاضر. ايوه يعني احنا ستات مش حاضر كل حاضر بنقولها بتبقى كل حاضر ليها طريقه تتقال بيها. هو ده اللي انا قلت عليه، في معنى مختلف. حتى احنا بنعمل ده تدريب في الدورات. نقول للناس اللي في الدوره انا عايز تقول كلمه حاضر بست طرق، وكل حاضر منهم تعطي معنى. فايه رايكم نجرب التدريب ده دلوقتي؟ بدايه مفيده. يلا، ما هو ده بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه. حاضر بكذا طريقه، بحيث انه التون بتاع الكلمه مع لغه الجسد، اتكلمنا عنها قبل كده وقعدنا فيها يمكن حلقتين ثلاثه. لغه الجسد والتون بتاع الصوت مع حركه الراس وبصه العين تدي معنى مختلف. وفي يا دكتور محمد في يعني انا ابتدي انا حاضر حاضر اللي وراها السكينه ده واحدة هي. او قالت لك ممكن اكد عليه، ممكن انا اكد عليه. حاضر يا حبيبي. لا حاضر حبيبي ده اللي كنا بنتكلم عليه قبل. حاضر يا ساتر يا رب. ايوه يلا معانا ممثله، معانا ممثله مستحلاه يا نهله. ازاي تقولي حاضر؟ حاضر اللي هو بستحلف لك. انت عارف بعد ما نخلص الكلام انا هستحلف لك. قلت سبعه دلوقتي، سبع طرق. هو ده اللي كنا بنتكلم قبل ما نقابل حضرتك في حته التون بتاع الالقاء بتاع الحاضر. بتختلف. حاضر ممكن تبقى فيها نعومه، ممكن يبقى فيها حب، ممكن يبقى فيه ممكن يبقى فيه استحلاف. انا بستحلفك اهو. ايوه فهي المساله بتختلف. لما يقول لي اعملي كوبايه شاي، حاضر يا روح حاضر. بلا قرب انت حاضر. ده في بقى حاضر ومن عينيا وانا هعمل كده. عندك حق في اللي بتقوله بالزبط. انا برضو معاك في الراي دوت كده يعني. لا وفي اذا اختلفوا يبقى حاضر 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 حاضر. اسكت بقى. لا اسكت. خلصنا خلصنا. حاضر اوكي. حاضر حاضر اوكي. فمش كل حاضر حاضر. مش كل حاضر حاضر. في حاجه حلوه المحاضره دي. نشوف بقى الموضوع بتاعنا القوي النهارده، لان كل يعني اغلبيه او معظم الامهات والابات مستنينا دلوقتي يسمعوا تعليقات حضرتك على الاسئله اللي هم هيقولوا لنا عليها واللي احنا هنسال حضرتك فيها. فاحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الكذب وانواعه، واتكلمنا عن العصبيه، العند، وتاثير البيت طبعا. فاحنا النهارده هنفتح بقى شوف حياتك يعني في بعض الحاجات. يعني عندنا برضو السرقه
ودي مهمة احنا ما فتحناش فيها قوي الحلقات اللي فاتت. السرقة دي مهمة قوي. وتأثير التلفزيون والانترنت والفيسبوك على اولادنا والعادات اللي ممكن تروح. صح طبعا. نبدا في موضوع السرقه ده لانه فنبدا في موضوع السرقه. يعني انا يعني عايزه اعرف السرقه دي بتبتدي هل الواحد يعني بتبتدي من سن كام اولا؟ وامتى بنعتبرها خطا او سلوك سيء او سلبي؟ وكمان في حاجه، لو انا مثلا لقيت ابني او بنتي بتعمل الشيء دوت ايه تصرفي؟ يعني بتتابعها انطباعي. انطباعي. وانا حاسه لحيتك كام حاجه بس عشان اسيبك تجاوب على كله. لا بس في حاجه مهمه، لو انا بنتي في حد من صحابها سرق وانا شفت دوت وبنتي عرفت ده، انا هتعامل في هذا الموقف ازاي؟ كويس. السرقه عند الاطفال ما بتسميهاش سرقه قبل سن 5 سنين زي الكذب، لانه ما بيكونش الطفل قبل سن 5 سنين عارف حدود الملكيه، ان دي حاجتي وان دي حاجه اخويا ودي حاجه اختي ودي حاجه صاحبي او ابن خالتي او كذا. فقبل سن 5 سنين ما بنطلقش عليها لفظ سرقة. كمان حتى بعد 5 سنين السرقة عند الأطفال ما هيش فعل إجرامي. هي فعل مدفوع بدافع نفسي، وعشان كده قراءة فعل السرقة مهم، لأنه بتوصلنا لحاجة عند الطفل محتاجة تتصلح. يعني مثلا إيه؟ في طفل أو طفلة الحرمان من 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 بعض الاحتياجات يخليه يسرق، لانه البني ادم ربنا سبحانه وتعالى عامل فيه حته التعويض، انه مثلا طفل محروم من حب الام او حب الاب، عدم الامان يعني يا دكتور، او محروم من الامان. الحب حاجه والامان حاجه. فاللي محروم من الحب او محروم من الامان او محروم من المصروف او محروم من اي حاجه معنويه ممكن يعوضها ماديا، ياخد فلوس او ياخد اي حاجه كانها تعويض للحاجه المفقوده المعنويه. ليه الاطفال في السن ما بعد 5 سنين يعني في ابتدائي يبتدوا هم يحبوا ياخدوا من بعض او يسرقوا من بعض سندويتش قلم؟ ده اذا سميناه سرقه يعني. انا مش عايزه اقول لك من بعد ال5 سنين ليه هم في المرحله دي بيبقوا دايما حابين النوعيه دي من الاشياء؟ انهم دي هدلله مهم. ايه بقى برضو دي بيعملها مين؟ بيعملها بنت حاسه انها اقل جمالا من صاحبتها، ولد حاسس انه المستوى الدراسي بتاعه متدني او ضعيف، حاسس ان هو اقل من اللي حواليه في المستوى الاجتماعي والباقيين بيتنططوا عليه. فالبنت او الولد اللي في الحاله دي اللي عندهم احساس بالدنيا واحساس بالغيره واحساس بالمنافسه الصعبه اللي هم مش قادرين عليها يسرقوا من اصحابهم ومن صاحباتهم من الشنط بتاعتهم. لما يجي بقى هو لما يجيب الحاجات دي البيت بقى زي ما هي قالت نهلة، وانا الام اكتشف ان دي مش استيكه ابني. أيوة. ده مش قلم ابني. ابني جاب شيبسي وحاجات وانا ما اديتلوش مصروف الصبح، اعمل ايه؟ اشوفه بس جت في شنطته عن طريق الخطا بالغلط، ولا صاحبه ادهاله او صاحبتها ادتها لها، هتساله الاول ولا ايه؟ هتسال. طب هو افرض كذب عليا ده مره واحده ولا تكرر؟ تكرر يبقى هو بياخد الحاجه دي، يبقى هاخد بالي هنتبه واشوف هو وضعه ايه في المدرسه وعلاقته ايه باصحابه وعلاقته ايه بالناس اللي في المدرسه والحاجات دي. دي لمبه حمراء. طب في حاجه مهمه يا دكتور، هو اتعامل بقى معاه ازاي لو هو مش يعني مستواه الاجتماعي كويس ومش محتاج حاجه وفي وسط صحابه كويس وشخصيته كويسه بس بيعمل ده، وحتى كمان وسط مش في المدرسه انه يروح بيوت صحابه وياخد حاجات من البيت. لو انا عرفت ده كأم يعني مش موجود الحرمان اللي حضرتك قلت عليه، هل اروح اكلم مامته ولا مامتها؟ هل اكلمها هي؟ الحل ايه في ده؟ مش بس دورك انت، دور الام كمان تعمل ايه بالظبط؟ هو في طريقتين، في طريقه تجنبيه ان انا الـ 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 الولد اللي بيسرق ده او البنت بتسرق هبعد ولادي عنهم وخلاص. لو مش هينفع يا دكتور ما يبعد. انا هقول لك اهو دي طريقه تجنبيه اللي عايز يريح دماغه يعني. أوكي. او امه عايزه تريح دماغها. في طريقه اصلاحيه ان انا اقول لا ده طفل برضه ويمكن مامته ما تعرفش او ابوه ما يعرفش. صحيح. فانا هحاول. فهنبدا نعمل تواصل مع الام ونبدا يمكن مدام هنا قالت حاجه لطيفه جدا المره اللي فاتت، انه قالت انه ممكن تتصل بام البنت بتقول لها ده كانت اخذت من بنتي حاجه وبنتي كانت محتاجاها ومش عارف ايه، فالام فهمت بطريقه لطيفه انه بنتها خدت. بس ده لو الام بقى الام الثانيه متابعه او كده، ما ممكن تبقى الام تستنكر الموقف. تعمل ان انا بتفهمها، ما هي مش هتقول لها سرقت يعني. كنت بحكي في الفصل لدكتور انه ممكن حصلت معايا ومامتي راحت قالت لهم
يعني فلانة خدت بس من بنت الأم التانية استلفت من بنتي حاجة فراحت مطلعها لها على طول طيب. بس ما حليناش بقى أنا بالظبط لكن أوكي. نفترض إن الأم ما لقطتش الرسالة أوكي. اللطيفة دي ممكن تقوليها لها بس هتغمري شوية بإن الأم ممكن تاخد موقف دفاعي هتاخد موقف بنتي مؤدبة على بنتي الأم بقى نفسها يعني بنتي مش محتاجة حاجة من بنتك ومش عارف إيه تبقى متوقعة ده طب حصل خلاص انت عملت اللي عليكي وبتنسحبي الام تعمل ايه بقى في اللحظه دي مع ابنها او بنتها اللي هي عارفه انهم سرقوا انا عرفت ان انا عندي مشكله في البيت اتعامل ابتدي اشتغل على ابني بالزبط. او بنتي ازاي لان ده حاجه مهمه جدا قبل ما ناخد تليفون عشان ده تليفون شجاعه المراجعه بقى انه زي ما الاستاذه نهله قالت ان احنا الاباء والامهات بيبقى عندهم حساسيه شديده لان هم حد يقول لهم انكم اخطأتوا او في عندكم خطا تربوي وابنكم بقى بسببه بيكذب او بيسرق او حاجه بالشكل ده وعشان كده يفضلوا الاولاد عندهم الصفه دي لانه التغيير عايز يبقى في الـ في الـ في السياق العام اللي حواليه انه مفيش طفل بيتولد كذاب ولا في طفل بيتولد حرام فانا بتهمهم ولا في طفل بيتولد عنيد فانا بتهمهم هم بالكلام ده طبعا بس هو دي حقيقه انه اي خلل في الطفل الطفل ده مرايه للاب والام وللوسط اللي هو عايش فيه طب هي اكتشفت بنيجي نصلح بنصلح اكتر في الوسط ونصلح في الطفل برضه يعني انا حراميه فانا هراجع بقى ايه الموقف الطفل ده علاقته بوالده ايه بوالده. علاقته باخواته ايه الترتيب مهم جدا يعني مثلا الطفل الوسطاني او الطفله الوسطانيه حاسس انه تايه حاسس انه هو اللي هو البكري او فرحتهم ولا هو اخر العنقود اللي مدلعينه وبالذات لو جاي مثلا ايه بنت بعد بنتين او ولد بعد ثلاث ولاد او بتطلع من حد تاني من زوج تاني فهي اخواتها ما بتحسش ان هم هراجع التركيبه دي كلها اشوف هو وضعه في الترتيب ايه هو احساسه ايه الطفل برضو اللي بيسرق او بيعمل حاجات من دي دايما حاسس انه مضطهد انتوا بتحبونيش انتوا بتكرهوني وقاعد يعمل لهم ابتزاز عاطفي اكلمه اقول له انت سرقت ليه حبيبي ولا 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 ما تعملش كده ما تستخدمش كلمه سرقه خالص بقى التعامل مع الطفل لكن اقول له جات لك منين البتاع انت اللي خدت الحاجه دي مثلا من دولاب اخوك ليه انت خدتها ليه ساعتها يعني واستنى هو يقول لي ما استخدمش لفظ سرقه خالص وما كملوش الكلام حضرتك قلت المره اللي فاتت فكونه يعرف ان انا بساله وبعدين اقعد بقى اسمعه هو طب هو خدها ليه يقول لك انا ما عنديش وبعدين انتوا كل شويه بتجيبوا له هو حاجات وانا ما بجيبش حاجات المشكله فين الطفل ما هواش برضو حويت قوي للدرجه دي هيبان الحته دي المشكله جايه منين وانا كأم نصحه وشايفه ابني او بنتي احساسه ايه في وسط المجموعه دي بيجي يحكي لي في المدرسة مثلا انه اصحابه بيضربوه او بيعايروها بانها شكلها مش حلو او انها سمرة واختها بيضة او 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 بنت مثلا وليها اخوات تانيين فكل الناس اللي يجوا يزوروهم انت يا بنت طالعه وحشه كده لمين يا في عندنا كبار بنعمل حركات كلهم حكي طالعه وحشه كده لمين طيب البنت دي احنا معانا سوري يا دكتور تسرق فيش تليفونات خلاص لا معانا لا معانا سلوى الو الو ايوه يا سلوى اتفضلي اهلا بيكي انا بس كنت عايزه اكلم حد كنت ممكن تعلي صوتك شويه يا سلوى كنت عايزه اكلم حضرتك على الموضوع اللي فات اتفضلي بتاع قولي حاضر للراجل اتفضلي. انا جوزي كان صعب شويه كده وكل ما اكلمه يقعد نتخانق يعني ونتخانق وبعدين جيت في مره بقى قلت ايه بلاش خناق وانا كل حاجه هقول له حاضر طب وبعدين بس كل ما يقول لي حاجه ويجي يستشيرني في حاجه اقول له اللي انت عايز تعمله عمله هاخده على قد خلاص حاضر هنزل انت بعت القضيه خالص يعني خالص بقى بس عايزه اعرف بقى رد فعله بالظبط هو راح قايل لي ايه انت مالك اتغيرتي كده ليه حبيبتي اتبسط يعني لا انا عايزك زي الاول مش بقول لك هو هو فاهم دي لعبه هاخده على قد عقله طبعا فاهم انها مش بطبيعتها قلت بقى احنا كل شويه هنتخانق خلاص بس والله برافو عليك حليتيها يا سعاده يا سعاده برضه دماغها غير مش انا قلت لك انا مش قايل المثل ده قلت حذاري ايها الرجل من الست طبعا حاضر عامله لك عامله لك فخ كمين معانا نيفين بس عشان نلحق نطلع فاصل نيفين مساء الخير الو مساء الخير مساء النور يا نيفين اتفضلي انا عايزه اتكلم بخصوص موضوع حاضر ده الله ده ستات احنا مش عارفين نتكلم معاكم في الموضوع ولا في اولادكم هو فضل. الحقيقه الواحد لما يقول حاضر احلى حاجه انه ابتغاء مرضات الله طاعه الزوج
لو يطيع الزوج ابتغاء مرضات الله. ونعم بالله. حاجة انه حق انسان على المرأة زوجها. ولكن لا ننسى رفقا بالقوارير. صح. ايوه مش صح. على طول كده يعني ها؟ وتبقى طاعة نبيلة محتارة بإرادة حرة. عنديب خاطر مش طاعة عبيد. أيوة طبعا صحيح عنديب خاطر صحيح. شكرا يا متشكرين. احنا بقى ايه هنطلع فاصل يا دكتور وبعدين نرجع تاني. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا تانية مع حضراتكم وفي البريك الصغير ده كان الكنترول واحنا كلنا كنا عاملين نشد ببعض جامد. وانا عمال اشتكي للدكتور محمد وعمال اقول وانا مرضى منى عندي سؤال. عندي سؤال طبعا هنكمل لسه. يعني في انواع يا دكتور محمد للسرقه واحنا قلنا قبل كده قلنا الدوافع عشان اللي ما كانش شايفنا قبل كده. الدوافع ممكن تبقى واحده اقل جمال او مستوى اقل او مش حاسس بالامان او عنده حرمان معين من اي حاجه من فلوس في تعويض لاحتياج اخر بيعوضه بياخد حاجه ماديه قصاد الحاجه المعنويه بتبدا من بعد 5 سنين. في السرقه الانتقاميه ان هو الولد او البنت زعلانين من الاب او الام فيسرق منهم رغم ان هم ممكن يقول لك احنا ما بنحش عنه حاجه. يعني يسرق ليه؟ انا لو هو لا انا بديله مصروف كفايه ولو طلب مني زياده بديله. طب ايه وجه السرقه؟ هو هنا السرقه هنا نوع من الانتقام. عايز ياخد من وراه او من وراها عشان كانه بيطعنهم من الخلف. زعلان منهم. طب زعلان منهم ليه؟ هنا بقى بيبقى سؤال الاب او الام إيه انه يشوف هو زعلان مني ليه. ساعات بيبقى زعلان انه مثلا جه طفل صغير فبقى مهتمين بيه او البنت حاسه بان في تفرقه ما بينها وبين اختها في اي حاجه او انه حاسس مثلا انه ما بيدلعهاش او الاب قاسي على ابنه فطريقته الوحيده يعاقب ابوه مش قادر يواجه ابوه فيعاقبه بانه ياخد حاجه من وراه او تاخد حاجه من وراه. فدي اسمها السرقه العقابيه. في السرقه الكيديه بقى انه الولد ياخد حاجه ويتهم اخوه او تتهم اختها عشان بيغلسوا على بعض. يغلسوا على بعض ودايما يتهم اللي هو حاسس ان بابا ومامته بيحبوه اكتر. بالظبط. في سرقه بقى جذب الاهتمام انه لما بيسرق لقى انه ده بيخلي الاسره تتلخبط ويبقى هو محور الاهتمام. ومين اللي اخد؟ عرفوا ان هو اللي اخد. طب عرفوا ان هو اللي اخد وعاقبوه المفروض منطقيا كده انه يبطل عقبوه وأنبوه ما عرفش عمل إيه. لا يرجع ياخد تاني وتالت ورابع عشان يفضل منتبهين عشان يفضل مركز الاهتمام خاصة لو كان طفل على الهامش. طفل منسي. احنا عندنا كده في طفل نسميه المنسي. هنا يبقى عايز حنان بقى محتاج حنان محتاج ننبههم انه ياخد اهتمام مش بالسرقة. ياخد اهتمام بحاجة هيقوله يعمل حاجه ايجابيه فيهتم. بس مامته تنزل مع التمرين تخليه يبقى اتمرن وتاخده وتفضل قاعده قدامها. الله شكلك حلو النهارده وانت لابسه اللبس ده. انا جبت لك كذا. تعالى ننزل نعمل كذا النهارده درجه حلوه مش عارف في كذا. تعالي وفي معايا في المطبخ. تعالي نعمل حاجه مع بعض. نحول الاهتمام بس لحاجه ايجابيه بدل ما هو عايز. الطفل عايز اهتمام. انا هسال حضرتك سؤال في نفس الحكايه عن السرقه قبل ما نتنقل لحاجه تانية. دلوقتي السرقه قلنا من الصغر في سن معين ما بتبقاش دي سرقه لغايه لما بتبتدي بقى في سن اللي هي الطفوله المبكره وبعدها اللي هم يعني المراهقه. لو ما فيش حد من الاطفال دولت بيسرقوا وهم صغيرين وظهرت الحكايه دي وهم كبار يعني مثلا في ال 15 في ال 16 في ال 17 ايه السبب وايه العلاج؟ على طول بنشوف برضو ايه التغيير اللي حصل. التغيير اللي حصل في نطاق الاسره الأب وده على فكره ما بيبقاش بالظبط كده. في خلافات في البيت كتير. في حاله تسلطيه او سلطويه عاليه في من الوالدين في البيت من احد الوالدين او من الاثنين. في نوع من الحرمان حصل. في احساس بعدم الامان. في انه الوالد في برضه سرقه بهدف التظاهر والتباهي. انه ولد مراهق فعايز يطلع مع اصحابه وعايز يصرف فلوس كتير او بنت عايزه تطلع في رحله مع صاحبتها او تقعد معاهم في قاعده او في نادي او في حاجه تجاريهم في نفس المستوى. بالظبط. عايزه تجاريهم في نفس المستوى فاخذت فلوس علشان تتباهى وتقول. عشان كده احنا حكايه التجمل والتباهي والتظاهر بيعملوا كذب ويعملوا سرقه. طب في الحاله دي انا كأم لازم ابقى مركزه ان لو عندي بنت وعايزه تتباهى وتتظاهر ان ابقى على طول ايديا في بقها زي ما بيقولوا. يعني ابقى مثلا اجيب لها حاجات حلوه امنحها ازاي في حدود المتاح. يعني بس يعني الاهم
انا مش عايزاها تسرق وتتباهى ان هي كذا. طب اعمل ايه كأم؟ هو ده الشعور التباهي او الرغبه فيه وراء احساس ما انا هي ده اللي هي عايزاه. لا اصل في بعد الدنيا وراء فانا بص على الوراء عامل مع الاحساس بالدنيه ليه؟ تمام اوكي التباهي ملوش اخر. فانا هعالج الاحساس بالدنيه واخليها تتقبل واقعها. يعني انا مثلا ايه والله احنا حالنا اسره فقيره شويه او اسره متوسطه وهي زميلتها في المدرسه من طبقه عاليه قوي وراكبين مش عارف ايه وبيجيبوا ايه ولابسين ايه ومش عارف ايه. الاهم ان انا في طريقه تربيتي اخليها ترضى بده وتبقى يعني وتشوف المميزات اللي عندنا اكتر من العيوب. ربنا على ده طبعا دكتور. وهنسعى ان احنا نحسن احوالنا. احنا عندنا على الفيسبوك في صديقه لينا مينو قايله موضوع مهم جدا طبعاً. واحنا متحمسين جدا. هي عايزه تطلع بنتها او ابنها انا ما اعرفش عندها عايزه تطلع بنتها يعني عايزاها تطلعها قويه الشخصيه وفي نفس الوقت في نفس الوقت مطيعه. هل ممكن انا اجمع ما بين طفل عنده اربي طفل عنده عنده شخصيه قويه ويطيع الاخرين ولا ده ضد ده؟ كويس. هو هنا بقى نوع الطاعه زي ما كنا بنقول في نوع حاضر نوع الطاعه. في طاعه نبيله مختاره مستنيره يعني هي بتطيع الام او الاب لكن ده بقرار منها وباراده منها ومش حاسه انها مقهوره. لكن يا بابا او يا ماما انا مقتنعه بالراي ده ليه؟ ان هم ما هددوش ارادتها واختياراتها يعني ادوها الحريه انها تطيع او تخالف. وده على فكره اللي ربنا سبحانه وتعالى اتعامل بيه مع البشر. ده مش وحش لا خالص ان انا ربي بنتي على ان هي تبقى قمه الحريه الانسانيه. انه يقول لك لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. انا مش عايز طاعه اجساد انا عايز طاعه قلوب. أنا عايز طاعة مختارة هي دي بقى يبقى شخصيته قوية لكن طاعة مختارة. طب هطلع شخصيته قوية ازاي؟ اللي هي بتيجي نتيجة انه في سلطوية او تسلطية من احد الوالدين. السلطوية معناها ايه والفرق بينها وبين التسلطية؟ السلطوية انه اب شخصيته طاغية او في البيت هو ما هوش ديكتاتور يعني هو ما بيغصبش حد يعمل حاجة لكن هو شخصيته ضخمة جدا في البيت هالة كبيرة معمول له هالة. نفس الحكاية فالولاد تلاقيهم بيعملوا اللي هو عايزه من غير ما يفكروا نظرا لانه شخصيته متضخمه جدا في البيت. التسلطيه لا هو قاصد انه يرغم الجميع ان هم يعملوا له انا قلت كذا من ده بقى فالاثنين دول هيطلع منهم ثلاث احتمالات. التسلطيه او السلطويه الشديده في البيت يطلع ثلاث احتمالات. احتمال انه احد الاولاد يبقى منقاد تماما ومطيع ويلغي اراده انا من ايدك دي لايدك دي وما فيش له اي راي زي ما نوديره. في حد تاني من الولاد هيعاند مصطدم على طول هيصطدم هيواجه اختلاف الشخصيات بين التلاتة. في ولد تالت او بنت تالتة على كل لون يقول حاضر بس يعمل لو ماسك هيعمل ازدواجية في السلوك يقول حاضر بس يعمل انا من قدام كده على الوش تحت امركم اللي انتوا عايزينه بس انا بيني وبين نفسي هعمل اللي انا. ففي ثلاث احتمالات وممكن في كل في الاسره الثلاث احتمالات يطلعوا موجودين في كل حد من الولاد كل حسب شخصيته. طب في حاجه سوري في حاجه تانية بالنسبه لو في ام دايما في بعض الامهات تقول لك ايه تتباهى انا مبسوطه قوي ده بنتي بتسمع الكلام ده ابني بس اقول له كذا يقول لي حاضر ورغم ان ممكن يعني في ولاد تانية على العكس ما عندهمش غير كلمه لا لا لا, لا. ده يعني هل ده كويس ولا مش كويس؟ هل لا دي قوه شخصيه ان ليها وجود ان ليها راي لانه برضو الام زي 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 ما الاستاذه نهله بتقول الام تقول لك ايه ده احسن ولادي او دي احسن بناتي. ليه احسن ولادي احسن لانها ما بتقولهاش لا ابدا مريحاها خالص على الاخر لا بتهش ولا بتنش. بس على فكره طب مصيبه دي مش حاجه حلوه طبعا دي مش حاجه حلوه. ممكن تكون النموذج بتاع الطاعه العمياء بقى اللي لغت نفسها او اللي بيتلعب على جنبين طيب المدمر اذا لما يقول لا انا ابقى مبسوطه وراقب لا واحاول العب او احاول انا اقنعه ان لا ليه طب ليه احترم لا او احترم لا احنا معانا طب احنا معانا تليفونات اخد فريده سعاد الاول طيب اتفضلي يا استاذه سعاد. سعاد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام منى؟ الحمد لله. اتفضلي حبيبتي بسؤالك عايزه تعلقي على ايه؟ ازيك يا مدام منى؟ الحمد لله. اتفضلي وطي التلفزيون من فضلك يا سعاد. لو سمحتي بصي اصل دلوقتي انا في الطب النفسي في في الجمهوريه في حالها مش مظبوط يعني انا اتغلبت عند دكاتره نفسيين ياما
من البحيره عشان المشكله ايه المشكله؟ نعم المشكله, المشكلة ايه المشكله؟ المشكله من زمان يعني بالنسبه لي انا من زمان يعني عند يعني من ايام ما كنت في الكليه وانا تعبانه ومش لاقيه لي علاج وخلصت الكليه. مشكلة انت عندك المشكله دي بادئه من الصغر. احنا بنتكلم عند المشاكل عند الاطفال, هل بادئه من الصغر معاكي المشكله؟ لا ما ظهرتش الا هي في الكليه وانا في كليه الهندسه. ايه هي المشكله يا سعاد؟ اتفضل. فالمشكله ان انا في الكليه ما كنت يعني سبت الكليه وقعدت في البيت لمده كام سنه, 10 سنين ولا حاجه. ليه يا حبيبتي؟ بعدين رجعت ليه يا سعاد؟ والله يعني بصي ما كانتش عندي عايزه اروحها, كنت داخلها غصب عني. داخله حاجه مش بتحبيها, داخله الجامعه بتاعتها وغصب عنها فسابتها بقى 10 سنين يعني ما كملتيش المفروض الجامعه. واتخرجت واشتغلت واتجوزت وكله, بس حياتي الاسريه مش مستقره يعني. ليه؟ مش مستقره خالص يعني دايما يعني بصي في صراعات بيني وبين عيالي, مش عارفه نتكلم معاهم, مش عارفه ندير البيت لايقه كده. وبعد وضغط في عند الدكاتره جميعا. طب ممكن اسالها؟ مش عارفه دكتور, انا مش قادره اوصل لها. عايز اسال سؤال في الصميم دكتور. هيسالك سعاد ايه اللي مخلي دايما في صراعات بينك وبين اللي حواليك يا سعاد؟ والله يا دكتور انا يعني مش عارفه, انا يعني مش عارفه يعني. طب انا رحت يعني دكاتره كتيره. ما لا ما يهمكيش اللي رحت لهم, لكن قولي لي يعني ايه اللي مخلي في صراعات بينك وبين الناس حواليك كتير كده دايما؟ والله يا دكتور ان في دكاتره مش عارفه بيشخصوا حاجه. ما سيبك من الدكاتره دلوقتي بقى, خلي الدكاتره على جنب. هو الدكتور اهو. خلي الدكاتره على جنب يا سعاد. بس ساعات في حاجه مش عايزه دكاتره يعني, لكن عايزه ايه؟ عايزه ساعات ان احنا نبص جوانا شويه ونشوف, لانه احيانا بنكون بنعمل حاجه من غير ما ناخد بالنا تخلي الناس اللي حوالينا يزعلوا مننا او يبقوا في صراع معانا او حاجه, ولو صلحناها مش عايزه دكاتره, لانه برضو دي مهما الدكاتره ادوا علاج مش هتتغير, مش هتتصلح, لان دي سلوك مننا, حاجه احنا عايزين احنا نغيرها احنا في نفسنا, فما هياش مرض, ممكن تكون ما تكونش مرض خالص. فايه بقى الحاجة في رايك؟ بص جواكي شويه سعاد. حياتي. نعم. مسبب لي عطف حياتي يا دكتور. ايه مسبب لي يعني معقد في حياتي دلوقتي؟ انا سايبه الشغل ومش عايزه اروح الشغل أيوة. وبرده البيت هينهد كده ويعني حياتي ملخبطه. ايوه فانت سبت الكليه بس هي كملت مرتاحه في الكليه, وفي مع اولادك وزوجك كان في مشاكل, وفي الشغل في مشاكل, فاحنا بس أيوة. نبقى عايزين نشوف في حاجه مشتركه بتربط الثلاث خطوط او الثلاث احداث. هل هي عصبيه مثلا؟ ايه الحكايه؟ ايه المشكله دي؟ مفيش علاج دوائي هيصلحها يا سعاد, انما دي عايزه قاعده بصبر كده هوت, يا بينك وبين نفسك, يا بينك وبين حد من اللي حواليك, يا بينك وبين معالج نفسي يكون عنده صبر شويه, ما يستخدمش علاج دوائي ويستعجل بعلاج دوائي. هو موضوع موضوع سعاد قوي. سعاد عشان خاطر انت الحته المهمه اللي انا عايزاه. انا عايزه المعالج النفسي ده. انا يعني مش مهم عندي الفلوس عندي, بس انا مش لاقي حد في جمهوريه مصر. حاضر يا سعاد, سيبي رقم تليفونك. سيبي رقم تليفونك في الكنترول, واحنا بعد الحلقه ان شاء الله هيبقى في تواصل ان شاء الله مع الدكتور محمد. معانا فريدة بقى. الو الو. يا فريدة اهلا وسهلا, اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ليكي سؤال ولا عايزه تعلقي على حاجه؟ لا انا عندي مشكله مع بنات. قولي اتفضلي. اول حاجه بنتي الكبيره معاملتها في المدرسه غريبه يعني, على طول في مؤامرات حوالين اصحابها. لا ديت بيتكلموا عليا. في مشاكل مع زمايلها على طول طبعا, اولياء امورهم لما بيجوا بتكلمهم بتعالي يعني. انا مش صغيره, انا كبيره, المفروض ما حدش يعملني بالطريقه ديت. لو مدرسه كلمتها تتعصب وتسيب الكلاس يعني الكلاس بتاعها. هي عندها كام سنه يا فريده؟ عندها 9. ليها اخوات كام؟ ليها اخوات غيرها كام؟ عندي رودينا ويوسف. رودينا ويوسف. هي كبيره؟ هي كبيره. قبل كده جالها ثعلبه, وبرده كل مرض بيجيلها ان هي نفسيتها تعبانه. يعني اي حاجه تجيلها في جسمها اروح لدكاتره يقولي لا ده دي نفسيه. حياتك عايز تسالها على حاجه تانية يا دكتور؟ عشان طالعين فاصل وهنرجع نجاوب عليها. في حاجه تانية فريده هتقولي عليها؟ رودينا. عندي رودينا على طول سرحانه, مش في دماغها حاجه خالص, بتنسى بطريقه فظيعه, او مش عايزه تفتكر حاجه معرفش. يعني انت بتشتغلي؟
ايه؟ لا انا قاعده في البيت. طيب ويوسف؟ لا يوسف عنده سنتين لسه. طب بس ده لسه الحمد عليك. لله يعني الحمد لله. هنرد عليكي بعد الفاصل. احنا هنطلع بريك وهنرجع نرد على فريده وان شاء الله خير والدكتور معانا. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا مع حضراتكم تاني وبرضو مستمرين في موضوعنا بتاع السلوكيات السيئة، وحرد على فريدة على أسئلة. عندها ولدين، واحد بيسرح على ولد. بنتين ولد. بس هم عندهم مشكلة في البنت ومشكلة في الولد. عندها مشكلة في مشكلة في البنتين. مشكلة في البنتين. الولد الصغير. الولد سنتين لسه. يبقى الاثنين في واحد سرحان. واحدة. واحدة سرحانة، يعني بما معناه إن يعني الولد أو البنت. والبنت الكبيرة هي ما قالتش اسمها. قالت ان هي حساسه جدا وما بتستحملش اي حاجه. وما بتستحملش نقد، ودايما حاسه بالاضطهاد من زميلتها، وفي مؤامرات وان في مؤامرات، وانه لو حد من اولياء الامور حاجه يكلمها ما بتحتملش ان في حد ولا حاجه. وهنا البنت الكبيره بتبقى يعني في ظروف معينه وفي تربيه معينه ذاتها تتضخم، وتحس ان هي ملكه متواجه لانها جت في الاول فكانت واخده كل اهتمام، فبالتالي ما بتبقاش مستحملة انه حد يتجاهلها او انه في حد يقول لها حاجة مش على مزاجها او حاجة بالشكل ده. خاصة لما بيجي بقى بعدها ولد في الاخر، اخر عنقود ولد بعد بنتين. فيوسف ده بقى بيجي يعمل قلق جامد جدا عند البنتين، لانه بالتأكيد كان في اشتياق لانه يجي ولد بعد بنتين، فالاهتمام كبير. فبقى اهتمام كبير. يقوم يعمل ايه في البنتين؟ البنت الاولانية تبقى حساسة جدا وحسب انه في مؤامره ضدها، لانه فعلا في مؤامره. انا بحس انه جيت يوسف دي خيانه ليها، يعني خدت منها كل حاجه. وبعدين كانت هي متضخمه. طب الوسطانيه ايه المشكله؟ مش الوسطانيه دي منسيه، دي اللي احنا بنقول عليها المنسيه، اللي هي لا هي البكريه، يعني يمكن البكريه ذاتها متضخمه. بس هم بيهتموا بالكبيره وبيهتموا بالصغير بالظبط. فالثانيه سرحانه ومش عايزه دايما تايهه في وسط الايه الجميع. فهنا بنبقى عايزين نعمل توازن. الطفل الاولاني ناخد بالنا ما نضخمش في ذاته قوي على اساس انه يقدر يستحمل يعيش بعد كده. الوسطانيه ما ننساهاش قوي، ولو جه ولد بعد بنتين او بنت بعد ولدين او اي حاجه ما نندفعش بعنف. يعني هنا الام محتاجه ان هي تقرب بنتينها الاثنين ليها بالظبط، وتحاول انها تديهم وقت اكتر، وتحاول انها تقول لهم ان انتوا الكبار وانتوا البنات، وان ده العيل الصغير اللي ما بقى بعدين نبقى ناخد بالنا منه. ولما تشتكي لها بالاضطهاد او حاجه بالشكل ده ما تديهاش ودنها كتير. فتحس انه الشكوى بالاضطهاد والحساسيه مش زي جايبه فايده، مش جايبه فايده. تقول لها انت مقفوره. لا اكيد مش قصدهم. طب والنسيان يا دكتور، يعني هي الوسطانيه؟ الوسطانيه دي تايهه منسيه. مع ان يا دكتور بعد اذن حضرتك نوع من العرض الاكتئابي. بتقول مش عارفه ناسيه ولا بتدعي، يعني زي ما تكون تايهه محتاجه حد يهتم. لا بس في حاجه ممكن، يعني شوف حياتك بتقول هي تايهه بين الاثنين، بس انا بلاقي كتير من دايما اللي في الوسط دول بيبقوا اذكى وبيبقوا واخدين طيبه من حد الاكبر او الاصغر، والحب ده في العلاقات الصح، في التربيه الصح، في يعني بياخد المميزات. وعموما الاوسط هرمون الميزان يخرج من موقع البوتقه الغريبه دي المنسي بحاجه من اثنين، يتفوق ويتميز. أيوة. عشان يبقى له وجود. يا اما يمشي يعمل حاجه تضايقهم او يعمل حاجه غلط. فبرضه يبقى له ياخد يعني معانا تليفونات. النسيان دي ممكن لوجوده بشكل ايجابي او سلبي. دكتور معانا تليفونات. معانا هدى على التليفون، اسمح لنا ناخد هدى. اهلا يا هدى، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا هدى؟ اهلا بحضرتك، برحب بيكم كلكم. اتفضلي حبيبتي قولي. انا كنت بس عاوزه اقول ان ابني لسه داخل كي جي 1 السنه دي، يعني عنده 4 سنين كده. وهو احس ان هو مرتين بيرجع معاه حاجه من حاجات اصحابه او كده. مرتين بيعمل ايه؟ بيرجع البيت معاه حاجه من حاجات صحابه. حاضر يا هدى، هنرد عليك. حاضر. كوثر، طيب مساء الخير يا كوثر. اهلا مستنوك. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا مدام كوثر، اتفضلي. اهلا مساء النور يا استاذه منى. اهلا بيك. مين؟ بصي حضرتك، انا ابني في ثانويه عامه. ثانويه عامه. ايوه اتفضلي. تعبني من ناحيه يعني مش عايز يروح المدرسه عشان مدرسين ما بيروحوش،
وفجاه الاقيه نازل يقول لي انا رايح المدرسه واطلع المدرسه على الدرس. فطبعا فجاه يقول لي انا زهقت، انا زهقت من ال، لان بياخد دروس من قبل دخول المدارس بشهر تقريبا. طبعا فطبعا نفسيته تعبانه من ناحيه المدرسين والدروس. حضرتك عايز تسالها حاجه يا دكتور؟ هو بس احنا بنشوف هل هو بقيت زمايله، اصل ده الحقيقه للاسف الشديد بقى شيء شائع منتشر في ثانويه عامه، ان هم يقول لك انا مش هروح المدرسه لانه المدرسين ما بيجوش وما بيدخلوش الحصص. فانا هروح الدروس وخلاص. اذا كان بقيت زمايله بيعملوا نفس السلوك فهو مش غريب علي. يعني طيب. ده النظام السائد عندهم في المكان يعني. لكن لو بقيت زمايله بيروحوا هو اللي ما بيروحش، فهنا هنعتبر ان ده يعني سلوك مختلف. يعني ده لو هو بيتبع مع زمايله في نفس الحكايه ماشي. لكن ده شائع الحقيقه. ان هو ما بيروحش المدرسه عشان ما فيش مدرسين. طب تعمل ايه ساعتها؟ تعمل ايه كوثر؟ لا لو هو خارج بسلوكه عن بقيه الناس تبتدي تتكلم معاه، هنشوف بقى ده هو بيعمل ده ليه. هل ده نوع من التمرد؟ هل ده نوع من العند؟ هو طبعا في مرحله المراهقه واحتمالات التمرد والعند. طب بيروح فين؟ بيروح يقعد مع اصحابه. طب اصحابه دول مين وسلوكهم ايه؟ هندخل بقى في لو ممكن تفجر حاجه في المنطقه كلها بقى، تروح المدرسه وتروح التربيه والتعليم وتعمل بقى اسفين جامد جدا في المدرسين اللي ما بيروحوش. بس لو راحت المدرسه وهو لسه مراهق ده ممكن يجي يعمل لها مشاكل. انت بتصغريني قدام اصحابي وانت مش هيعرف وما بيقولوا لبعض. فاحنا مش هنرمي الحمل كله على الابن، لكن للاسف الشديد كتير من المدارس فقدت وظيفتها. طب يا دكتور الأب دلوقتي في حالة زي دي لما يلاقي ابنه كده ما شاء الله كبير كده وبيجري من المدرسة وبيكت كده وحاجات ليه دور يعني؟ أعرف بس بيكت يروح فين؟ هل هو بيروح الدروس وبيرجع من الدروس يذاكر ومكتفي بده وحاسس إن هو ده؟ حتى في طلبة في الجامعة بيعملوا ده. ده غلط يعني. بس إيه؟ بس لما بيبقى عرف سائد فما بنرميهوش على إنه في اضطراب في الابن أو البنت. أوكي معنا هبة على التليفون. اهلا يا هبه اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. عندي بس اخد راي الدكتور في حاجه بعد اذنك. اتفضلي. عندي حفيدتي 5 سنين. طبعا علاوة على مشكله ان هي اختها الاصغر منها بسنتين ما يكملوش الليل كله نايمين في سريرهم، لازم يسيبوا اوضتهم ويروحوا لاوضه مامتهم. في مشكله تانية ان البنت كبيره 5 سنين، هي بنت ذكيه، ممكن بالليل وهي نايمه تتكلم بصوت عالي وتتخانق وتزعق، وممكن كمان احيانا انها ممكن تقعد وهي نايمه وتكاد تكون هتنزل من على السرير ونروح نجيبها ونرجع نايمها تاني. ما بحسش ان هي بتنام نوم هادي كده طول الليل، بتصحى صبحيه رايقه، بحس انها دايما نومها فيه كلام و حاضر يعني. يا هبه هنرد على حضرتك. وصلت المعلومه كتبته عندنا. فايزه. عندنا فايزه. فايزه اتفضلي. فايزه يا فايزه. ايوه اهلا وسهلا اتفضلي. سامعينك. ايوه يا بنتي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا الحاجه فايزه. اهلا يا حاجه فايزه اتفضلي سامعينك يا ماما. انا دلوقتي طيب يا بنتي. انا عندي حفيدي في كليه الهندسه في سنه ثالثه. اتفضلي يا حاجه. كل سنه ياخدها في سنتين. كل سنة خدها في سنتين. وبعدين هو والده ووالدته انفصلوا. تمام سامعينك. من امتى ولا حاجة؟ قالهم 5 سنين. خمس سنين. انا قعدت مع الولدين 5 سنين. انت اللي مربياهم يعني؟ بعد ما انفصل لحد ما تعبت خالص يا حبيبتي. لا ايامهم مديهولنا وهم في الجامعه. فعاشوا معاكي بعد انفصال ابوهم وامهم. بس انا بقى لما امهم سابت البيت واتجوزت. فابوهم رخر الجوز. وانتي اللي قاعده بالولاد. وانا اللي قاعده بالعيال. ربنا يديك الصحه ويقويك ما شاء الله عليك. وانا ست كبيره لحد ما طبيت ووقعت وشالوني على الدكتور. الف سلام عليك يا حاجه فايزه. حضرتك عايز تسالي على حاجه؟ يعني واحد ماشي في دراسته كويس، واحد ربنا علاقته الولد اللي في سنه ثالثه ده.
طيب حاضر اوكي حاضر. ربنا يبارك في صحتك والله اجرك عظيم يعني. وبيشتغل في بنك وما شاء الله عليه. طب هنرد على حضرتك دلوقتي يا حاجه. ومعانا ايه على التليفون؟ ايوه ايه اتفضلي اهلا بيكي. طب حاضر روحي لك ايه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. علي صوتك شويه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا ايه. لو سمحتي انا كنت عايزه اسال تاثير يعني تاثير بنتي يعني كان انا انفصلت انا وجوزي وبنتي يعني متاثره بالموضوع ده قوي بان هي يعني مثلا على طول بقت تقول بابا 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 يعني حتى بتندهلي انا ببابا مع ان قبل الانفصال دوت كانت بتقعد تقول لي يا ماما وتقول لي تيتا تيتا وتقول جدو يعني بتشوفه ولا ما بتشوفوش يا ايه؟ هي عندها سنه وشهرين. ايه بتشوف بابا ولا ما بتشوفوش بعد الانفصال؟ لا خالص حتى انا كنت حامل في شهرين وما بتشوفش بابا ما شافش البنت الجديده يعني انا بنتي الصغيره ديت عندها سنه وشهرين وبنتي الثانيه عندها شهرين ما شافهاش اصلا الجديده. الموضوع ده بقى له اربع شهور. هو اللي مش عايز ولا انت اللي مش حابه تشوفي؟ لا انا مش حابه. هو يعني ما فكرش حتى يتصل بالتليفون بعد الانفصال وهو يعني ما فكرش اصلا يتكلم او حاجه زي كده. انا انفصلت على طبعا هو طيب عايز يعني حلقه عن الانفصال ومشاعر الاطفال مش هرد على المطلقين طبعا طبعا هرد بقى بالترتيب كده يا طيب. دكتور على كل اللي فكريني بس بالعناوين طيب هدى ايوه اول واحده ابنها في كي جي 1 ولقيت حاجات مرتين اربع سنين اربع سنين ده لسه يعني حدود الملكية مش معروفة عنده يعني هو ما يعرفش ده بتاعه ولا بتاعه لكن محتاج ان تبدأ تعرفه توعية. حكاية حدود الملكية دي انه الحاجة دي بتاعت صاحبك فبقى برجعها له لحسن دي مش بتاعتنا فمن هنا هيبدأ درس التعليم الملكية بس. يعني هي تقول له خد ده لقيته في شنطتك الظهر وقع في شنطتك يا حبيبي يبقى دي لصاحبك بس في حاجة هي هتضمن منين ان الطفل ده خد الحكاية دي وراح ودها لصاحبه ما ممكن ياخدها يرميها هتسأله بقى تاني يوم والطفل مش في السن ده مش هيبقى عنده مش خبيث قوي في اطفال خبثاء قوي هتسأله بقى انت اديتها لصاحبك ولا لا طب واسمه ايه طب وكان بتاعته ولا لا الكلام ده كله بس ما تجيبش سيرة سرقة لا خالص هي مش سرقه اساسا طبعا كوثر كوثر طبعا اللي هي جده كبيره وبتربي الاولاد بعد الانفصال بموضوع الانفصال واثره لا هنا لا لا فايزه لا دي مدام فايزه مدام كوثر اللي ثانويه عامه بنت مش عايز يروح المدرسه وبيقول لها انا زهقت من المدرسين احنا ردينا عليها يبقى اللي بعد كده مدام فايزه مدام فايزه بتقول ان في عندها فاكرها دي حياتها كبيره اللي هو عدم استقرار في النوم بقاله 5 سنين الابن الكبير ما تأثرش قوي بالانفصال وماشي وبيشتغل كويس اللي تأثر اللي هو طالب في كلية هندسة اللي بياخد سنة في سنتين ده واضح جدا انه البيت يعني تفركش الزوجين اتطلقوا هو اتجوز وهي اتجوزت والولاد طبعا اتغيرت حاجات في حياتهم راحوا عاشوا عن جدتهم بالتأكيد في حاجات في حياتهم او قاعدة بيهم في البيت اتغيرت. لكن هي قاعدة بيهم ست الأب ولا الأم وست كبيرة ومش قادر مش هتقدر تلبي احتياجاتهم يعني مفيش بقى هنا بقى ايه حوار. الدور الاب فرق كبير في السن فبالتاكيد الـ 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 الولد عنده مشاكل نفسيه نتيجه للي حصل ده في البيت ده محتاج حد يقعد وياه ساعات بيبقى عنده ما نسميه اضطراب توافق وساعات بيبقى فيه اعراض اكتئاب او اعراض قلق بتاثر على السلوك الدراسي بتاعه فما ما يتسابش كده يعني عايز حد يشوفه لازم حد مساعدته وكان في سؤال عندنا اللي هو بتاع ان بنوتتها ما فيش استقرار في النوم كل بتقول انا عايزه انام وكل ما تروح تنامها في السرير فتروح عند مامتها وتروح عند مامتها فهي مش عارفه تعمل ايه مش قادره تنام بسلام كده وهدوء والبنت بتقف في النوم وهم يرجعوها تاني بتتكلم اثناء النوم هو هنا الـ البنت ما عندهاش احساس بالامان وده باين في حاجتين باين في انها عايزه تبقى مع مامتها في سريرها على طول ودي برضو حاجه بنقول للامهات والاباء ياخدوا بالهم منها انه من سن مبكر يبقى الطفل عارف ان ده سريره وانه بينام فيه الام تروح تطبطب عليه تحكي له حدوته تعمل له اي حاجه لكن ينام في سريره لازم تسيبه في السرير ده الروب يا مفيده ها الروب اللي كنت بتحطيه ببقك الطفل او الطفله لما يبقى عنده احساس بالامان في البيت ساعة النوم طب روح نام في سريرك روح نام في سريره وكل الامور تبقى كويسه لكن لو الطفل او الطفل ما عندهمش احساس بالامان يبقوا عايزين ودايما مكلبشين في الام بالذات فما تقدرش تنام في سريرها لازم تنام في سرير الام تعمل ايه بقى ساعتها الام حتى اثناء النوم هي خايفه
وفي انفعالات كتير. فالكلام اثناء النوم والحركه اثناء النوم معناها ان البنت عندها انفعالات كتير. بنراجع بقى ايه البيت، ايه اللي مش عاطي الاحساس بالامان. طب لا انا عندي اطرح سؤال قبل ما طلعينا فاصل. الاب مش موجود، في مشاكل في البيت، في تهديد بالانفصال، في غيره بينها وبين حد من اخواتها. بنبص بقى في الدايره دي ونصلح الحاجه الموجوده. دكتور عندك قبل ما نطلع فاصل، اسئلتنا بقى هتبقى حول ازاي رد فعل الاب والام بيبقاش عنيف في كل اللي قلناه ده، ازاي ناخد الحكايه ببساطه من غير عنف. وبعدين الحلقه اللي جايه هنتكلم، نرجع تاني نتكلم ممكن الاربع جاي بقى عن التلفزيون وكده، مش هنلحق نسال لسه طبعا. وفي في صديقه لينا اسمها ايه، اللي هي الام لبنتين ابوهم بقاله سنه، بقاله 4 أشهر ما بيشوفهمش، فهي البنات بيندهوا مامتهم ببابا. بس نرجع بعد الفاصل، هنطلع الفاصل مع حضراتكم ونرجع ونشوف ردود كل الاسئله ايه وسؤال منى. فاصل ونرجع. رجعنا مع حضراتكم وفي مناقشه داريه في قلب الاستوديو دلوقتي على الموضوع، وهنرد على ايه عندها بنوتين. يا دكتور حياتك فاكر السؤال؟ عندها بنوتين، واحده 2.5. هو البنت فعلا مفتقده الاب، وده بنقوله للاباء والامهات الحقيقه، لانه الطفل هو صغير بالذات في ال5 سنين الاولانيين محتاج في تركيبه في تركيبته النفسيه عشان تبقى سويه لرمز الأبوة ورمز الأمومة، الاثنين يبقوا موجودين. ده بيعمل توازن في التركيبة النفسية وفي الحالة التربوية. عايزين نعمل حلقة عن ولاد المطلقين. ضروري دي مهمة قوي قوي، لأنه لما بيبقى أحد الأبوين غايب بيحصل فيه نوع من النقص في التكوين النفسي، عدم توازن في التكوين النفسي. فالبنت بتعبر بطريقة فطرية إنها بتقول بابا كتير، لأنه ده شيء ناقص عندها. طب نعمل إيه؟ الأب مش سائل، ولو الأب بيسأل أو بيتصل نقول للأم خليه يشوفها، نجيب فاضل فيجر على فترات عشان الفاضل فيجر ده المهم ده. حتى لو أنت مختلفة معاه، ليه بقى؟ لأنه ساعات يبقى زوج سيء بس مش بالضرورة يبقى أب سيء طبعا، أو زوجة سيئة بس مش بالضرورة تبقى أم سيئة. يعني تكلمه حتى لو ما بيسألش على البنت، أو حتى لو هي مش تعرف تكلمه تخلي حد طرف ثالث تقول أو لو ليها أخ تسأل عليه. لو ليها أخ يبتدي يخش هو في الصورة هنا بقى. لو يعني مجاش تخلي الخالي يقوم بده، جد أو خال أو أي حد في الأسرة راجل يدي صورة مثال الرجل في التركيبة النفسية. صح. طب ده مش هيعمل خلل لما تكبر يا دكتور، إن يبقى الأب يعني هي واخداه كصورة بس مش باباها، فلما تكبر على إن هي معتبرة ده إن ده باباها أو ده المثل، ده مش هيجي بالتأكيد. هو مش زي الأب بالظبط، وبرضو أي أم بديلة ما بتبقاش زي الأم. بس على الأقل تقلل من الحالة النسبية. بالظبط كده. سؤالي بقى كان قبل الفاصل، إن إحنا هنتعامل إزاي؟ ساعات الردود أفعالنا يا دكتور بتبقى عنيفة، ساعات بنوصمهم بالصفة دي، أنت كذاب، أنت كذاب، أنت الوصم يعني، وكمان بنفشي سرهم ساعات، يعني نروح نقول لحد ده بنتي فيها كذا وكذا، هو لو حس أو يستأمنون على حاجة ونروح نقول لباباهم على فكرة هقول له. فالردود أفعالنا هنا هي بتبقى هي نفسها عادات. هو كل ما بيبقى الأب أو الأم عندهم منهج تربوي واضح في دماغهم، قروا كفاية، دخلوا دورات كفاية، ودي للأسف الشديد ناقصة جدا عندنا. الأب والأم بيربوا بطريقة عشوائية كيفما اتفق، أو بالنموذج اللي هم تربوا بيه، وغالبا النموذج اللي هم تربوا بيه فيه أخطاء كتير أوي. فكل ما يبقى الأب والأم عندهم منهج تربوي واضح في دماغهم وعارفين هم ماشيين ازاي، صحيح التربيه في كل الاحوال صعبه حتى اللي عارفين، وده مؤكد، لكن لما بنبقى عارفين ان احنا على الطريق بتبقى اعصابنا هاديه شويه، وبنبقى عارفين ان احنا ماشيين في الطريق الصح. يعني لما تكون انت رايحه من اسكندريه لاسوان بس انت في اشارات طول الوقت بتقول لك انك في الطريق لاسوان، لكن لو تهتي هنا هتبداي بقى تقلقي وتتعصبي. حكايه بقى الوصم والحاجات دي، في عملوا حاجة كتاب ظريف جدا قريته في اللغة الأجنبية بتاعته، إنه حاجة اسمها كلمات تقتل أبنائنا. حريك قريتي. حاولت إنه أجمع الكلمات اللي في البيئة المصرية اللي تقتل أبنائنا. لو قدامنا دقيقتين بس أقول بعض النماذج من الكلمات الشائعة اللي بنقتل بيها أولادنا، وهي كلمات يمكن معتادة عندنا جدا.
يعني مثلا ايه لو ما سمعتش الكلام هجيب لك البعبع او نام لحسن العفريت جاي ابو رجل مسلوخ حد يودي لك الدكتور هجيب لك ابو رجل مسلوخ دكتور والحقنه هوديك للدكتور يديك حقنه لو ما سمعتش الكلام مش هحبك حتى انت اناني ما بتحبش الا نفسك حتى مش هحبك دي تقتل اولادنا بالظبط مش هحبك انت اناني ما بتقابلني لو نفعت ابقى تعالى تف على قبري لو فلحت انت غبي وطول عمرك غبي انا مكمل مع امك او انا مكمله مع ابوك علشان خاطرك بس انا ضيعت عمري علشانكم انا ضيعت صحتي عليكم ده موضوع كبير قوي يا دكتور انا كل حاجه علشان خاطركم دكتور انا مش بقول الكلام ده انا ما عرفتش اربيكم لا ده كده دكتور انت مش هتقول لنا مش هنخلصها يا دكتور في كلمتين وورقه صغيره طب الورقه دي نعمل طبعا ممكن اسمح لي احنا تحت نفس العنوان ده كلمات لا ده احنا هنتكلم عنها يا دكتور في حلقه طب تديها لي ولا تفضل معاك عشان الحلقه الجايه لا خليها معاك مع دكتور خليها معاك عشان دي لازم حلقه قويه لازم نعمل حلقه جايه عن الكلمات دي وخطورتها ان شاء الله طيب احنا طبعا يعني الحلقه بتجري بسرعه ويا ريت كده ان شاء الله لغايه الاسبوع الجاي تحضروا كل الاسئله وهنتكلم في ان شاء الله في المره الجايه كلمات المصيبه طبعا كده كلنا بنقول كده وبعدين يريحوا نفسكم يعني بالظبط كده فاحنا ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله هنستعرض بقيه الحاجات يا دكتور وفي اسئله طبعا كتير ما قدرناش نقولها وفي تليفونات وفيسبوك في حاجات كتير جدا بس للاسف وقتنا خلص واهلا بحضرتك وشرفنا حضرتك بعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي مع شيف محمود محضر لنا حاجات كتيره جدا جامده بعد الفاصل نلتقي مع شيف محمود